خمسة أسئلة قبل أن نبدأ في الدراسة. برام سمنو من نجين جاب دام رين أمبي توحيد. السؤال الأول. سمنو تيموي. لماذا ندرس التوحيد؟ هاد وي بان جين ترو رين أمبي توحيد. السؤال الثاني. لماذا ندرس هذا الكتاب؟ سمنو تبي هاد وي بان جين ترو رين نلسي بو توحيد نه. ندرس هذا الكتاب متن الأصول الثلاثة أسئلة القبر حتى نكون على الطريق الذي وضحوا بينوا لنا العلماء، لأن العلماء أرشدوا أنه أول ما يبدأ الطالب يبدأ بالتوحيد، وأول ما يبدأ في التوحيد بمتن الأصول الثلاثة. ينرين أمبي كتاب توحيدني دمبي أو ينسكول الله سبحانه وتعالى ببروه بندا علماء بان راي راب ريكو بوكس راي نخنم كتاب توحيدني. نعم. السؤال الثالث. ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر. ما الفائدة من الدراسة؟ الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة في الدنيا وعملنا بها ودعونا إليها بإذن الله، إذا صنعنا هذا في الدنيا نجيب عن أسئلة القبر إن شاء الله. ما سن جيّن نن آج فو بكا تنغ لنا لدنيا نن آج أو ين شلائي سمنو تنغ لنا نن كبور بان. نعم. الخامس والأخير. يحتوي هذا المتن على أقسام خمسة. سمنو تي برام هاي كوشي سمنو جون كراي كن يي روم كوب سامنو على أقسام خمسة. هذا فهرسة الكتاب أو الكتاب له أقسام خمسة. هاي كتاب نكو من برام فنايب سين بكني المسائل الأربع من بانها تنبون ثم المسائل الثلاثة ثم لماذا ندرس التوحيد وشرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. ثم خاتمة الكتاب.